لنتائج السلسلة الأولى لامتحانات الشهادة الثانوية العامة والفنية دورة 2018. أود أن أذكر أن جملة عدد الجالسين بلغ 79,631 ممتحنا. فيما يتعلق بالمساق العدد فريس، عدد المسجلين 51,895، عدد الناجحين 11,081، نسبة النجاح 21.35%، عدد المعيدين 13,468، نسبة الإعادة 25.95%. المساق الأدبي عربي، عدد المسجلين 6,515، نسبة الناجحين 1,858، نسبة النجاح 28.52%، عدد المعيدين 1,501، نسبة الإعادة 24.04%. أدبي ثنائي اللغة، عدد المسجلين 140، الناجحين 30، نسبة النجاح 21.43%، عدد المعيدين 47، نسبة الإعادة 33.57%. علم رياضيات بالفرنسي، عدد المسجلين 589، النسبة عدد الناجحين 180، نسبة النجاح 30.73%، عدد المعيدين 141، نسبة الإعادة 23.94%. علم الرياضيات بالعربي، عدد المسجلين 26، الناجحين منهم 16، نسبة النجاح 61.54%، عدد المعيدين 8، نسبة الإعادة 30.77%. علم أحياء باللغة الفرنسية، عدد المسجلين 16,001، الناجحين منهم 3,125، النسبة 19.53، المعيدين 3,670، نسبة الإعادة 21.06%. علم أحياء بالعربي، المسجلين 1,910، الناجحين 216، نسبة النجاح 13.61%، المعيدين 359، نسبة الإعادة 18.80%. فني صناعي، نسبة المسجلين 125، الناجحين 33، أي 26.40%، المعيدين 39، نسبة الإعادة 31.20%. الفنون الإدارة والسكرتارية باللغة الفرنسية، المسجلين 1,543، الناجحين 554، نسبة النجاح 35.90%، نسبة الإعادة 460، نسبة الإعادة 29.81%. فنون الإدارة السكرتارية باللغة العربية، المسجلين 70، الناجحين 48، أي نسبة النجاح 68.57%، المعيدين 14، نسبة الإعادة 20%. فنون المحاسبة باللغة الفرنسية، 695 المسجلين، الناجحين منهم 318، أي نسبة النجاح 45.76%، المعيدين 150، نسبة الإعادة 21.58%. فنون المحاسبة باللغة العربية، 26 المسجلين، الناجحين 18، أي نسبة النجاح 69.23%، المعيدين 6، نسبة الإعادة 23.08%. فنون تجارية باللغة الفرنسية فقط، المسجلين 96، الناجحين 42، أي نسبة النجاح 43.75%. نذكر بأنه ستعلق النتائج في لوحات الإعلانات للمؤسسات التعليمية الثانوية بمدينة الجمينة، كما يمكن التعرف عليها عبر موقع الهيئة الوطنية للامتحانات ومسابقات التعليم العالي أونكس.